ومرحبا بكم في حلقه جديده من برنامج من برنامجكم التلفزي برنامج محو الأمية بواسطة التلفاز والأنترنت دائما مع مكون القراءة التأهيلية للاندماج الاقتصادي, الاقتصادي والاجتماعي إذن إحنا الآن في حلقتنا الثانية من حلقات أسبوع التحقق لخصنا للتحقق من تعلماتنا من المصوغة الأولى في هذا المكون في الحلقة الماضية شفنا مجموعة من الأنشطة اللي من خلالها تعرفنا وراجعنا المواضيع اللي سبق لنا وتعرفنا عليها وتحققنا كذلك من معارفنا ومكتسباتنا في هذه المواضيع. في حلقه اليوم باذن الله غادي نستمروا في هذه الانشطه ديال التحقق ونبداو باول تمرين في هذه الحلقه. اذا الواجب الاول او التمرين الاول هو عباره عن وضعيه اللي غادي نقرا ان شاء الله. العلم نور والجهل عار. قرأوا بعدي العلم نور والجهل عار. العلم نور والجهل عار. دخلت وصديقاتي دخلت وصديقاتي إلى المسجد إلى المسجد فاستقبلتنا المؤطرة فاستقبلتنا المؤطرة بانشراح وسرور بانشراح وسرور ووقار ووقار قائلة قائلة: قائلة. مرحبا بكن مرحبا بكنا مرحبا بكنا مرحبا بكنا في بيت كنا الثاني في بيت كنا الثاني الذي ستتلقين فيه الذي ستتلقين فيه العلم والمعرفه العلم والمعرفه بعد التعارف بعد التعارف قالت لنا قالت لنا لنفتح حوارا لنفتح حوارا حول العلم وفوائده حول العلم وفوائده, وفوائده. لنعاود ان شاء الله نقراو النص باش نفهموا علاش كيتحدث العلم نور والجهل عار العلم نور دخلت وصديقاتي دخلت وصديقاتي إلى المسجد إلى المسجد فاستقبلتنا المؤطرة فاستقبلتنا المؤطرة بانشراح وسرور ووقار بانشراح وسرور ووقار قائلة قائلة مرحبا بكن مرحبا بكن في بيتكن الثاني في بيتكن الثاني الذي ستتلقين فيه الذي ستتلقين فيه العلم والمعرفة العلم والمعرفة, العلم والمعرفة بعد التعارف بعد التعارف قالت لنا قالت لنا لنفتح حوارا لنفتح حوارا حول العلم وفوائده حول العلم وفوائده, حول العلم وفوائده. جيد ان نقرأ النص قراءه قراءه فرديه باش نشوف ونختبر المهارات ديالكم في القراءه ونبداو مع خديجه تفضلي خديجه دخلت وصديقه حاولي تقراي يعني حتى العنوان في البدايه خديجه العلم نور والجهل عار اعيدي العلم نور نور و... العلم نور والجهل عار دخلت وصديقاتي إلى المسجد فاستقبلتنا المؤطرة بانشراح وسرور ووقار جيد خديجة هنا عندنا المد ووقار ووقار قائلة جيد غادي نشوفوا مع عبد الحق يواصل القراءة تبارك الله عليك خديجة تفضل عبد الحق مرحبا بكن في بيتكن الثاني الذي سستتلى الثاني الثاني بين فيها شويه المد الثاني الثاني الذي ستتلقون تبه معايا عبد الحق ستتلقين ستتلقين فيه العلم في العلم العلم والمعرفه والمعرفه جيد الان شوفوا مع فطنة مع فتيحة تفضلي فتيحة واصلي بعد التعارف قالت لنا لنفتح حوار حول العلم إيه وفوائده يعني شوفي في الحركات مزيان ما تخفيش. بعد التعارف قالت لنا لنفتح حوار حول حواراً, حوارا حول العلم وفوائده جيد حول العلم وفوائده بعد ما قرينا النص غادي نحاولوا نشوفوا علاش كيتحدث هذا النص اذا امينه علاش كيتحدد؟ شنو فهمتي من النص؟ تفضلي. نعم أستاذة، النص كيتحدث على العلم. جيد، كيتحدث على طلب العلم، تبارك الله عليكم. إذا هنايا في بداية بداية النص أولا في في عنوان النص، باش توصف العلم في عنوان النص، نشوف مع حبيبة، تفضلي حبيبة. توصف العلم بأنه نور. جيد، تبارك الله عليك حبيبة، إذا في... في العنوان ديال النص توصف العلم. بانه نور اذا في نظركم علاش كنوصفوا العلم بانه نور نشوفوا الجواب مع خالد تفضل خالد نعم استاذه لانه ينور عقولنا ويخرجنا من ظلام الجهل ويخرجنا من ظلام الجهل تبارك الله عليك خالد اذا العلم نور هو اللي كينور الحياه ديالنا كينور العقول ديالنا اذا الى ما كانش الى كناش متعلمين كتكون غايبه علينا بزاف ديال الحوايج وكتكون بحال واحد الغشاوه او واحد الضبابه قدام عينينا ملي كنقراو وكنتعلمو وكنتفقهو وكنتاهلو بحال كنخرجو من ذاك الظلام إلى نور الحياة وإلى نور العلم عقولنا تتنور وقلوبنا تتنور وحياتنا بأكملها تصبح نورا جيد تبارك الله عليكم وكنشوف فتيحة عندها إضافة تفضلي فتيحة نعم أستاذة العلم هو الشيء اللي جعلنا متقدمين وفي مكان آخر وفي مكانة مكان اخر بحال قلنا مكان افضل مكان افضل عفوا يا استاذه جيد في مكان آه. مكان اخر عبرتي عليه بمعنى مكان افضل من المكان اللي حنا عليها حاليا الانسان الا تعلم وتنور وتاهل وطور من القدرات ديالو مكان ديالو كتولي مكان ارفع وما افضل من المكان اللي هو عليه يعني الا كان ماشي متعلم جيد اذا العلم يرفع من شان صاحبه ويعطيه قيمه في المجتمع جي جيد اذا تكون عنده اضافه اخرى على أهمية العين ولماذا يتصفوا بأنه نور نشوفوا مع عبد الحق هذه المرة عندك شي تدخل تفضل نعم أستاذة تقول الناس بالعلم كترتقي الأمة جيد بالعلم ترتقي الأمة جيد تبارك الله عليكم إذا الأمة اللي ما متنوراش وما متعلمش ما كتستطعش أنها تواكب التطورات والمستجدات اللي كيعرفها العالم كتبقى واقفه في واحد،, في واحد المرتبه في حين ان الامم للناس ديالها كيتطوروا وكيتعلموا وكيتجددوا المعلومات والخبرات والمؤهلات ديالهم هي الامم اللي كترتقي والامم اللي كتزدهر وكتطور جيد تبارك الله عليكم اذا العلم هو رمز النور ورمز الحياه ورمز التطور باكمله جيد عليك تبارك الله عليكم اذا نقراو فوائد العلم اللي ناقشناها واللي استشفيناها من خلال المناقشه اللي ناقشنا فوائد العلم كثيرة منها فوائد العلم كثيرة منها العلم ينير العقول العلم ينير العقول ويخرجها من ظلام الجهل ويخرجها من ظلام الجهل جيد العلم هو النور الذي العلم هو النور الذي ينير حياة الإنسان ينير حياة الإنسان كيف ما وكيف ما عبرتوا عليها في الأفكار اللي فاتت. العلم يرفع من شأن صاحبه العلم يرفع من شأن صاحبه ويعطيه قيمة في المجتمع ويعطيه قيمة في المجتمع, قيمة في المجتمع جيد إذا الفائدة الموالية بالعلم ترتقي الأمم بالعلم ترتقي الامم جيد العلم هو رمز النور العلم هو رمز النور ورمز الحياة رمز الحياة ورمز النجاح ورمز النجاح ورمز التفوق ورمز التفوق ورمز المعرفة ورمز المعرفة ورمز التقدم ورمز التقدم إذا إلى ما كانش العلم ما تتطورش الحياه وما كنزدهروش ما كنتفوقوش كيف ما قلنا في الحياه ديالنا كنبقاو في واحد المكانه ما كنقدروش نرفعوا من المكانه ديالنا ومن مرتبتنا في المجتمع وكيف ما قلنا بالعلم تتطور وترتقي الامم اذا بعد ما ناقشنا فوائد, فوائد العلم واستخرجنا هذه الخلاصه على فوائد العلم وقرناها الان مطلوب منا اننا نستخرجوا من النص اللي كان عندنا فاعل وفعل يكون ظاهر وفعل يكون ضمير متصل غادي للنص اللي كان عندنا باش نعاودوا نقرا نلاحظه ونستخرج منه اولا فعل اذا لاحظوا معايا النص اذا النص هو هذاك قريناه قبل اذا غادي تلاحظوا النص جيدا وتتبعوا الكلمات ديالو تخرجوا لنا فعل اذا قرينا تعريف الفعل حاولوا تستخرجوا فعل من النص وتكتبوا على الالواح ديالكم تفضلوا إذا عندنا مجموعة من الأفعال في هذا النص استخرجوا فقط فعل واحد من هذه الأفعال كنتمنى كذلك أن المشاهدات والمشاهدين اللي كيتابعونا يقوموا معنا بإنجاز هذا التمرين واستخرجوا فعل من النص فعل واحد فقط إلى ساليتو ممكن ترفعوا الألواح تفضلو بالنسبة لحبيبة كتبات دخلتو بالنسبة الفاتحة قال كنت كبرتي شوية الكتابات تكون أوضح قال دخل انتبه معايا عبد الحق انت تخرجي من نص فعل ستة خصك تكتبو بهذه الهمزه اللي عندي في الفعل لان في العربيه ما كنبداوش بالساكن ما كنبداوش بالسكون غادي تبدا الكلمه بهذه الهمزه هذه همزه الوصل وبما انك ختمتي نتايا الفعل ديالك في اللام غدير اللام ديال اخر الكلمه استقبل بين اللام في اخر الكلمه بالنسبه لباقي المستفيدين بالنسبه للامينه استقبل كذلك نزيد غير الهمزه وصل عند درتي الالف اللي كيهز الهمزه وبالنسبه لخالد استخرج كذلك فعل قال جيد صحيتي عبد الحق تبارك الله عليك مزيان اذا عندنا مجموعه من الافعال بالنسبه للحبيبه كتبتي دخلتو استخرجتي الفعل والفاعل كان مطلوب منا فقط الفعل كان عليك تكتبي غير دخل جيد تبارك الله عليكم الان غادي نشوفوا الافعال اللي عندنا في النص اذا عندنا فعل دخلنا احنا لولنا الفعل بالاحمر وعندنا فعل استقبل واللي ملون بالاحمر استقبل عندنا فعل اخر اللي هو تلقى عندنا ستتلقينا والفعل هو تلقى وعندنا فعل اخر هو فعل قال قالت الفعل هو قال جيد تبارك الله عليكم إجابة ديالكم كانت موفقه الان غادي نستخرجوا من النص فاعل ظاهر نقرينا الفاعل فين تيكون ظاهر في القواعد اللغويه وقرينا الفاعل ملي كيكون ضمير متصل بالفعل الان استخرجوا فاعل ظاهر من النص تفضلوا لاحظوا عاود كلمات النص واستخرجوا فاعل يكون ظاهر تفضلوا رفعوا الالواح اذا المؤطرة بالنسبه لامينه كذلك كتبت المؤطرات جيد مؤطرة خصك النقاط ديال وما شكلتيش الاحرف ديال الكلمه المؤطره فسيحه كذلك وبقات لنا حبيبه نشوف اللوحه ديالك حبيبه جيد اذا كلكم كتبتوا آه الفاعل ظاهر هو المؤطره جيد اذا غادي نسول خالد خالد علاش كتبتي هاد آه علاش كتبتي اللوحه ديالك كلمه المؤطره شرح لنا تفضل نعم أستاذة في جمله ديال استقبلتني المؤطره أو, المؤت... او استقبلتنا اللي عندنا في النص تفضل او استقبلتنا مؤطره المؤطره هي فعل ظاهر هي عاود فعل فا... هي فعل فاعل 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 ظاهر المؤطره جات ظاهر. جات فاعل ظاهر هنايا في الجمله في هذه الجمله وغادي نلونوا هاد الفاعل الظاهر اللي عندنا في النص واللي استخرجوه كلكم قبل قليل في الالواح ديالكم. الان مطلوب لنا كذلك نستخرجوا من النص فاعل ضمير متصل. فاعل يكون ضمير متصل بالفعل كيف ما شفنا في الدرس. يا يعني تفضلوا. لاحظوا كلمات النص مرة أخرى نستخرجوا فاعل يكون متصل بالفعل. كنتمنى كذلك ان المشاهدات والمشاهدين اللي كي كيتابعوا معنا البرنامج يكونوا كيخرجوا معنا التمرين كينجزوا معنا التمرين باش يختبروا تعلماتهم ومكتسباتهم من الدروس اللي فاتت تفضلوا رفعوا الالواح الى ساليتو امينه علي لوحتك شويه باش تبان اوضح جيد بالنسبه للحاضرين معايا عبد الحق كسبتو بالنسبة لخديجة كتبتي دخلتو ميزينا خديجة الفاعل اللي جا هنا ضمير متصل عندك في كتبتي الفعل والفاعل بغينا نميزو فقط الفاعل قالت وميزتي التاء بدائرة جيد بالنسبة لحبيبة نشوف اللوحة ديالك اللي اللوحة كملتي شحاولي تكملي جيد خديجة دابا ميزتي لنا الفاعل اللي هو ضمير متصل بالفعل بدائرة مزيان خالد خالد كتبتي دخل ما كانش مطلوب منا نكتبو الفعل كان مطلوب منا نكتبو الفاعل ضمير متصل بالفعل خالد انتبه صحيتي كملتي الاجابه ديالك شنو كتبتي؟ قالت ميزينا الفاعل فقط ماشي الفعل والفاعل حبيبه الفاعل فقط الفاعل هنا هو تا هو التاء جيد هو التاء نميزوه بدائره باش ما نكونوش استخرجنا الفا... الفعل والفاعل جيد تبارك الله عليكم اذا الفاعل كيف ما استخرجت كل من امينه التاء المتحركه التاء في داخلته وكذلك خديجه التاء المتحركه في داخلته وبالنسبه للفاتحه درتي قالت استخرجتي التاء المتحركه اللي عندنا في درتي قالت اذا هنا قالت هذه تاء ساكنه التانيث الساكنه هذه ماشي ماشي فا... ماشي ماشي فاعل متصل بالفعل صافي لهنايا الفاعل عندنا مستتر ضمير مستتر هنا تاء متحرك تاء ساكنه اذا هنا الافعال او الافعال المتصله بالفعل عندنا في النص هي تاء المتحركه اللي عندنا في دخلته ثم النون هنا عندنا نون النسوه نون النسوه هي كذلك من الضبائر المتصله بالفعل جيد إذن هذ الحالتين هما اللي عندنا فيهم الفاعل ضمير متصل بالفعل في هذا النص اذا نمروا لتمرين اخر من التمارين التقويميه ديالنا لهذه الحلقه اذا اضع علامه تحت الجمله الفعليه اضع علامه تحت الجمله الفعليه شنو مطلوب منا في هذا التمرين فاتحه اضع علامه تحت الجمله الفعليه جيد اذا المطلوب هو ان نوضع علامه تحت الجمله الفعليه جيد تبارك الله عليكم لان غادي نقراو الجمل اللي عندنا باش نميزوا منهم الجمل الفعليه ونوضع علامه تحت منها اذا يشكر المؤمن ربه دائما المؤطر مخلص في عمله والجمله الثالثه يحترم المواطن القانون إذا نطلب من بعض المستفيدين يعاودوا قراءة هذه الجمل وغادي نبدا مع أمينة أمينة تفضلي قري لنا الجملة الأولى تفضلي عم يشكر المؤمن ربه دائما جيد ونطلب من خالد يقرا الجملة الثانية خالد المؤطر مخلص في عمله جيد ونطلب من فاتيحة تقرا الجملة الثالثة يحترم المواطن القانون القانون جيد تبارك الله عليكم اذا غادي نركزوا على الجمله الاولى يشكر المؤمن ربه دائما اذا هذه الجمله واش هي جمله فعليه قرينا الجمله الفعليه وعرفنا القاعده ديالها اذا واش هي جمله فعليه نعطيكم واحد المهله للتفكير وكذلك المشاهدين المشاهدات والمشاهدين اللي كيتابعونا وغادي نجدو التمرين جماعيا على الشاشه اذا يشكر المؤمن ربه دائما واش هذه جمله فعليه واش غادي نوضعو تحت منها العلامه او لا هنشوف مع امينه امينه تفضلي نعم استاذه هذه الجمله فعليه غنديروا العلامه جيد جمله فعليه ستبدأ بالفعل اللي هي اللي هو يشكر وغادي نوضعوا العلامه اسفل الجمله الجمله الثانيه المؤطر مخلص في عمله نفكروا ونشوفوا واش الجملة فعليه باش نوضعوا تحت منها العلامه إلى كانت جمله فعليه اذا نسول خديجه خديجه المؤطر مخلص في عمله هذه الجمله وش فعليه نوضعوا تحت منها العلامه لا خديجه نعم فعليه إذا من علامة جملة فعلية مؤطر مخلص في عمله إذا آه بالنسبة لهذا الشيء اللي قالت خديجة واش متفقة مع فاتحة واش هذه الجملة جملة فعلية لا أستاذة ماشي فعلية هذه هذه جملة ماشي فعلية جيد لأنها ما تتبداش بالفعل ونمر الجملة الموالية اللي هي يحترم المواطن القانون يحترم المواطن القانون إذا هنا واش غادي نوضعوا العلامة أو لا نشوف مع خالد نعم أستاذة غنوضع علامة جيد لأن هنا الجملة جملة فعلية كيف ما شفنا تبدا بالفعل اللي هو يحترم جيد تبارك الله عليكم بعد ما راجعنا بعض القواعد اللغوية اللي شفنا في هذه المصوغة من خلال هذا النشاط الآن غادي ندوزو إن شاء الله باش نشوفوا واحد النشاط آخر اللي غادي جميعا على الشاشة إذا أملأ الجدول بما يناسب املا الجدول بما يناسب كيف كتلاحظوا عندنا واحد الجدول اللي فيه اربع خانات الخانه الاولى فيها ثلاث جمل عندنا ثلاثه ديال الجمل اللي غادي نقراوهم الخانه المواليه عندنا فيها الفعل والخانه الثانيه عندنا فيها الفاعل ظاهر الخانه الاخيره عندنا الفاعل ضمير متصل اذا كذلك القواعد اللغويه من خلال هذا النشاط اذا غادي نقراو كل جمله بوحدها كل جملة على حدة ونحاولوا نستخرجوا منها الفعل ونستخرجوا منها الفاعل إلى كان ظاهر غادي نوضعوه في خانة الفعل الظاهر وإلا كان الفاعل فيها ضمير متصل غادي نوضعوه في خانة الضمير المتصل الفاعل ضمير متصل إذا هذا كيشبه النشاط اللي دي ديال القاعدة اللغوية اللي نقبل قبل جيد إذا نشوفوا الجملة الأولى عاد المسافر إلى وطنه عاد المسافر الى وطنه اعيد قراءه هذه الجمله عبد الحق عاد المسافر الى وطنه جيد عاد المسافر الى وطنه هنا غادي نستخرجوا من هذه الجمله الفعل والفاعل إذا كان فاعل ظاهر نضعه في خانه الفعل الفاعل الظاهر وإذا كان ضمير متصل نضعه في خانه الضمير المتصل جيد اذا هذا النشاط كذلك او التمرين غادي جماعيا إذا عاد المسافر إلى وطنه غادي نسول في البداية خديجة هنا يعني في هذه الجملة شنو هو الفاعل باش نستخرجوه الفعل أولا نستخرجوه ونوضعوه في خانة الفعل شنو هو الفعل في الجملة خديجة هو عادة جيد تبارك الله الفعل هو عادة إذا غادي في خانة الفعل إذا في نظركم شنو هو الفاعل في هذه الجملة الفاعل هذه المرة ركزوا جيدا وغادي نسول امينه تفضلي امينه شنو هو الفاعل في الجمله المسافر جيد جيد امينه اذا المسافر هو الفاعل في هذه الجمله اذا واش غادي نوضعوه في خانه الفاعل ظاهر ولا في خانه الفاعل ضمير متصل الفاعل الظاهر جيد الفاعل هنا ظاهر المسافر فاعل ظاهر تبارك الله عليك غادي نوضعوه في خانه الفاعل الظاهر تبارك الله عليكم اذا كيتضح انكم فهمتوا القاعده اللغويه نمروا للجمله الثانيه دابا نقرا الجمله وترددوا من بعدي شاركت في انجاز المشروع جميعا شاركت, شاركت في, إنجاز في انجاز المشروع بصوت واحد شاركت في انجاز المشروع جيد اذا شاركت في انجاز المشروع غادي نشوف هذه الجمله مع خالد تفضل خالد، غادي تلاحظ الجملة جيدا وغادي تقول لنا فين هو الفعل أولا الفعل هنايا في هذه الجملة نعم أستاذة شارك جيد تبارك الله عليك، الفعل هو شارك، وشنو هو الفاعل هنا في الجملة؟ هو تو آه خالد صحيح تو هو الفاعل في هاد الجملة، غير فين غادي نوضعو واش في خانة الفاعل الظاهر ولا في خانة الفاعل ضمير متصل تفضل خالد سخانة فاعل ضمير متصل جيد تبارك الله عليك كيف ما مر معنا في الامثله تبارك الله عليك خالد اذا شارك هو الفعل والتاء المتحركه هي الفاعل اللي جانا ضمير متصل بالفعل تبارك الله عليكم نمر للمثال اللي بقى معنا او للجمله الاخيره الجمله الثالثه ساعدوا الفقيره هذه هي الجمله اللي عندنا ساعدوا الفقيره بعدي سعيد الفقيرة. الفقيرة. الفقيره ساعد الفقيره ساعد الفقيره جيد إذن هنا هذه الجمله غادي نسالكم واش هي شنو هو الف... شنو هو الفعل اولا فيها شنو هو الفعل في هذه الجمله نشوفوا مع فتيحة تفضلي فتيحة ساعد جيد تبارك الله عليك جيد وشنو هو الفاعل سا... ساعد الفعل قلنا هو ساعد آه. الفعل احنا وضعناه في خانه الفعل عن... شنو هو الفاعل الواو عندي روح فينا خانه نوضعو في الفعل الظاهر او الضاء آه. 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 جاي تبارك الله عليك الواو واو الجماعه هنا هو الفاعل اللي جاء ضمير متصل بالفعل وميزناه وضعناه في خانه الضمير المتصل جيد تبارك الله عليكم، إذا كنتم ممتازين وبينتوا أنكم الحمد لله استوعبتوا الدروس اللي اللي, شف... اللي فاتت معنا في الماسوغا خصوصا الدروس ديال اللغة اللغة. كنتمنى أن المشاهدات والمشاهدين اللي كيتابعونا يتابعونا يكونوا كذلك استفدوا معنا من هذه الحلقة، إذا قبل من هذه الحلقة كنطلب منكم أنكم تراجعوا كل ما شفناه وتخرجوا التمارين اللي عندكم في الكتاب المقرر وكنذكركم انكم ممكن تعودوا تشاهدوا الحلقه على قناه السادسه او على احد الرابطين الالكترونيين اللي ظهروا معنا على الشاشه دمتم في امان الله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته